شاركت الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في أعمال جمعية الصحة العالمية 73 والتي عقدت لأول مرة عن بعد بمقر المنظمة في جنيف بحضور الدول الأعضاء في المنظمة افتراضيا والبالغ عددها 194 دولة. وأشار بيان مملكة البحرين في الجلسة إلى ما تبنته مملكة البحرين من نهج حكومي متكامل في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتي كان لها دور مركزي بالغ الأثر في إبطاء وتيرة انتشار المرض، حيث تم إعداد خطة استجابة شاملة ركزت على مبدأ القيادة الاستراتيجية الموحدة والفاعلة، حيث يقود الجهود الوطنية بصورة مباشرة صاحب السمو الملكي ولي العهد. وقد تم تشكيل فريق وطني بعضوية ممثلين من جميع الجهات الحكومية يتولى إدارة كافة الإجراءات الاحترازية والسياسات واتخاذ العديد من التدابير للتخفيف والاحتواء وتعبئة الجمهور، مع تنفيذ أعلى معايير التتبع والمخالطة للحالات المكتشفة. كما حرصت حكومة البحرين على توفير التمويل اللازم من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومواقع الحجر والعزل والفحص المختبري، ووضع خطة لتأمين المخزونات اللازمة لعمل الفحوصات المخبرية ومعدات العناية المركزة ومعدات الحماية. كما تم وضع خطة كاملة لتوظيف القوى العاملة اللازمة وتأهيلهم وتدريبهم.